تعادل ايجابي 1-1 بين الاهلي وبيراميدز في شوط ثاني افضل نسبيا من الشوط الاول. كابتن اسامه، يحسب للنادي الاهلي ان هو جاب جول بسرعه بعد هدف بيراميدز. دي احسن حاجه حصلت في الشوط الثاني، انه التعويض جه سريع جدا، لانك لو خدت وقت وتمركزه كويس ممكن كان يبقى فيه صعوبه. فالجون اترد بسرعه جدا، كان في حماس كبير ان اللعيبه تعوض الهدف. هدف جميل، متابعه جيده من كهربا. الاداء اتفتح في الشوط الثاني عكس الشوط الاولاني خالص. بيراميدز ابتدى يخش في اجواء المباراه. بيراميدز ابتدى يشتغل في الناحيه الهجوميه وخاصه من الناحيه الشمال. لما نزل كريم وابتدى رمضان يتحرك فيها وابتدوا يطلعوا لقدام كتير، فاتفتحت مساحات ورا عندهم. فانت بقى في ممكن انت تجيب اهداف، وممكن ايضا هم برضو يحرزوا اهداف. الكويس في اللي حصل انك انت عندك نص ساعه لسه لك تغيير ممكن تعمله، سواء بشريف في التلت الاخير، او اذا كنت عايز بقى تسيطر اكتر على نص ملعب تنزل ديانج. يعني الاثنين في متناول الراجل. اعتقد ان شاء الله انه الشوط الثالث والرابع احنا عندنا تغيير في الوقت الاضافي ان شاء الله باذن الله. فان شاء الله اتمنى الشوط الرابع اللعيبه تبقى مركزه اكتر وما تستعجلش، لان هم بعد ما جابوا الهدف كانوا مستعجلين قوي انه يكسبوا على طول. فكان في حاجات ما بتبقاش فيها اتقان شويه. نتمنى ان، بس انا شايف ان بيرسي تاو مش عارف حتى الان بره يعني اجواء المباراه. بره اجواء المباراه. فممكن بقى شريف ينزل، وجهه نظري يعني. صحيح. كابتن عادل، تعادل منطقي؟ منطقي وكان سريع، وده ودي الحاجه المهمه جدا، ولكن عاوزين هدوء. المفترض تنظيم في نص الملعب افضل من كده، عدم لعب طويل مبالغ فيه. الحاجه المهمه كمان ان لاكاي لازم يتحط تحت العين كويس قوي، علشان الحته ديت هي اللي عندهم الخطوره. كابتن بلال، سريعا سيناريو النقاش التالي في الرقم. يعني المباراه هتكون زي ما هي، ممكن بس الفرقه الافضل عن وجهه نظر الشخصيه، الافضل اللي عندها لياقه بدنيه اعلى، اللي ما عندهاش اجهاد اكتر، اعتقد هي ممكن يكون ليها باع الشوط الثاني افضل. ولكن احنا في الشوط الثاني محتاجين تركيز بس في نص ملعب، محتاجين لو في فرصه ان احنا نقدر نسجل اهداف. كابتن اسامه، سريعا توقعاتك الشوط الثالث والرابع. ان شاء الله بعد الكره بتاعت بيراميدز اللي ضاعت في اخر الشوط الثاني، ودي كانت هدف يعني مؤكد ليهم، تواجد حمدي فتحي في المنطقه دي يديك امل ان شاء الله ممكن تكون المباراه بتاعت النادي باذن الله. رب العالمين، كل التوفيق للنادي ان شاء الله. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.